مرحبا يا رابعة، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله إنه كل أموركم تكون بخير. بالبداية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة الفصل الجديد، وإن شاء الله إنه يكون فصل خير عليكم وتجيبوا أعلى العلامات. قبل ما نبدأ بحب أعرفكم عن حالي. معكم زميلتكم الدكتورة الصيدلانية فرح خالد. أنا خريجة الجامعة الأردنية، تخرجت دكتور صيدلة سنة 2017 بمعدل 3.62 الحمد لله. بعد ما تخرجت اشتغلت بعدة مجالات. بالبداية اشتغلت ككلينيكال انستركتور مع الجامعة الأردنية لطلاب سنة سادسة بروتيشن البيدياتريك. بعديها تركت الجامعة واشتغلت بالانترناشونال فارماسيوتيكال ريسيرش سنتر كأسيستنت داتا أناليست، وبعدين رجعت على الجامعة واشتغلت كريسيرش اسيستنت بكلينيكال ريسيرش اباوت فانكومايسن اند كلينيكال انستركتور لديفرنت روتيشن زي روتيشن انترنال بيدياتريك والجاينيكولوجي. وحاليا عم بشتغل مع منصة لاميديكا بالتدريس، عم بدرس مواد البيسك لطلاب الطب، درست فارماكولوجي مايكروبيولوجي ودرست طلاب سنة رابعة وطلاب سنة خامسة روتيشن بيدياتريك. فإن شاء الله بخبرتي هاي إني بقدر أفيدكم وأوصلكم لأعلى العلامات وأحسن العلامات بهمتكم طبعا وجهدكم معي. راح أكون معكم بكورس الفارما 3. كورس الفارما 3 هو واحد من أهم الكورسات. ليه هو واحد من أهم الكورسات وبيفيدنا سواء كنا صيدلة أو سواء كنا دكتور صيدلة؟ لأنه راح نحكي عن الموست كومنلي بريسكرايبد ميديكيشن، راح نحكي عن أدوية راح نسأل عنها ونشوفها بشكل يومي سواء بالصيدليات أو بالمستشفيات. أول أدوية راح نحكي عنها اللي هم الأنتي بايوتكس أو المضادات الحيوية. الأنتي بايوتكس هم one of the commonly prescribed medication. ممكن حدا يجينا على الصيدلية يطلبهم او تي سي باي نيم، يجي يطلب بيحكي لك انا بدي اموكلان، بدي الدواء اللي حبته حمراء وسوداء اللي هو البنسلين، ويجي يطلبوا منك باي نيم. هلا احنا كصيادله لازم نكون واعيين ولازم نوعي المجتمع انه الانتي بايوتكس ما بتاخذ زي هيك، يعني هلا ان الانتي بايوتكس صاروا زي الملبس على الطالع وعلى النازل، اي انفكشن اي حراره المريض بصير بده ياخذ انتي بايوتكس. لا، انا لازم اوعي المريض انه انا اغلب الانفكشنز بيكونوا عندي فايرال انفكشن، وبالفايرال انفكشن اذا انا اعطيتك انتي بايوتيك راح اضرك، راح اقتل لك النورمال فلورا، راح اقتل لك البكتيريا النافعه، راح اضعف مناعتك وراح اعرضك لسايد افكتس انت في غنى عنها، وراح يصير في عندنا شيء اسمه انتي بايوتيك ريزيستنس. فكتير ضروري احنا كصيادله ما نكون بياعين، تمام؟ لازم اكون صيدلاني مكانتي اوعي المجتمع اني انبه الناس انه ما يصير في عندنا ابيوز للميديكيشن. لما تداوموا بالهوسبيتالز بالمستشفيات راح تشوفوا بسنه سادسه انه كل الكيسات تقريبا راح يكون فيهم انتي بايوتكس، راح تنسالوا عن الميكانيزم اوف اكشن، عن الكفرج، عن السايد افكتس. فكتير ضروري نركز بهذا الكورس ونحفظ منه اهم النقاط، لانه بسنه سادسه ما حدا راح يعيد لك، راح يكونوا حاكين انك انت اخذتها بفارما 3 وجاي عندنا على سنه سادسه عارف كل شيء، تمام؟ ما حدا راح يعيد لك اي شيء، لازم انت تكون عارف هاي الاشياء من هلا. هلا الكورس تبعنا بيعتمد على كاتزونج اديشن 15، الكتاب اللي بيعتمدوا عليه دكاترتكم. راح يكون برضه شامل لريكورد الدكتوره، يعني انا راح اسمع المحاضره بعدين راح اسجل لكم الريكورد، وراح يكون في عندكم سمري. هذا السمري ان شاء الله راح اعمل لكم اياه بطريقه جدول وبطريقه صور، وراح يكون في عندنا فلاش كاردز. هاي الفلاش كاردز بتساعدكم تراجعوا الكي بوينتس واهم النقاط اللي ممكن تنسالوا عنها بالامتحان. اوكي، شو كمان راح يكون في عندنا؟ راح يكون عندنا بنهايه كل محاضره كويز. هذا الكويز شامل اسئله الارشيف وشامل عندي الاسئله من الكتب والمواقع المتوقعه. فان شاء الله اللي بيدرس المحاضره بيطلع نحكي 60% تقريبا فاهم وحافظ، بضل عليك انت 40%. نقعد لحالنا لك برتب الافكار اللي سمعناها في المحاضره، بفرغ المحاضره على السلايدات تبعوني، بدرس السمري، بدرس الفلاش كاردز، وبختبر حالي بالكويز. هلا ماده الفارما 20% منها فهم و80% منها حفظ، فالركن الاساسي ما بدي اكذب عليكم راح يكون عليكم. انا راح احاول معاكم نلاقي طرق للحفظ ونحاول انه نحفظ الماده مع بعض خلال المحاضره ونفهمها، تمام؟ فيعني انا رح اسهل عليكم نحكي 60% وال 40% التانيين بضلوا عليكم وبهمتكم بمساعدتكم ان شاء الله بتجيبوا اعلى العلامات. ونصيحه مني، حاولوا لما تحفظوا تكتبوا لانه الكتاب عندكم بترسخ المعلومات بالعقل. هلا لما انا بدي اعطي انتي بايوتكس، ليش انا اصلا بعطي انتي بايوتكس؟ واي اي بريسكرايب انتي بايوتك؟ ليه؟ احنا بنعطيهم عشان الديفرنت انفكشنز. مثلا ممكن يجيني الشخص بشكي من يو تي اي، في عنده التهاب مسالك بوليه،
فالدكتور شو راح يطلب من هذا المريض؟ راح يطلب منه عينة بول، فأنا لازم آخذ عينة من مكان الانفكشن. مثلا بحالة اليو تي اي حكينا بناخذ يورين سامبل، وهاي عينة البول شو راح نعمل فيها؟ بالمختبر راح يعملوا فحوصات، إشي اسمه أناليسز وإشي اسمه كلتشر. بالأناليسز مثلا تطلع عندنا النتيجة إنه والله بكتيريا سين، في عندي بكتيريا. بالكلتشر شو بيعملوا؟ بيجيبوا أجار وبيزرعوا عليه عينة المريض، وبيحطوا عندنا ديفرنت انتيبيوتيك. مثلا دائرة بيحطوا فيها البنسلين، دائرة تانية مثلا بيحطوا فيها الأمينو جلايكوسايد، دائرة ثالثة بيحطوا فيها الفلوروكوينيلونز. بعدين بيشوفوا انه هاي البكتيريا مين من هاي الانتيبيوتكس بعملها انهيبيشن اوف جروث. فمثلا على الريزلتس بيجي عندي المريض على الصيدليه جايب لي معاه ريبورت مكتوب عليه والله نوع البكتيريا ايكولاي، بينسلين مكتوب جنبها حرف الار، امينو جلايكوسايد مكتوب جنبها حرف الاس، والفلوروكوينيلونز مكتوب جنبها حرف الاس. لما يكون مثلا مكتوب بنسلين ار، معناتها هاي البكتيريا بتقاوم البنسلين، فانا البنسلين ما بعتبره خيار اني انا اعطيه لهذا المريض، بينما الامينو جلايكوسايد والفلوروكوينيلونز سسبتبل، يعني ممكن انا اعطي للمريض ايذر امينو جلايكوسايد او فلوروكوينيلونز. اختياري للدواء بيعتمد على مين؟ بيعتمد على المريض برضه. هل المريض عنده رينال امبيرمنت؟ هل عنده هيباتيك امبيرمنت؟ هل هي مثلا حامل بريجننت؟ هل هي بريست فيدنج بترضع بهاي المرحله؟ ففي عندنا بعض الادويه ما بصير اعطيها لوحده مثلا بترضع او لوحده حامل، لمريض عنده مشاكل بالكلى او مريض عنده مشاكل بالكبد. فتمام، فلازم كتير ضروري نركز على المريض من جميع النواحي، وبتطلع على عمر المريض. هل هو مثلا بيدياتريك؟ في ادويه راح نشوف انه ما بصير اعطيها للاطفال، وفي ادويه مثلا ما بصير اعطيها للكبار بالعمر. فكل هاي العوامل مع بعض راح تساعدني اني اختار الانتيبيوتيك بطريقه صحيحه. اول كلاس من الانتيبيوتيك راح نحكي عنه اللي هو السيل وول سينثيسيس انهبيتر، اللي هم المضادات الحيويه اللي بتشتغل على الجدار الخلوي. هذا الجدار الخلوي راح نشوف انه بيقسم البكتيريا انتو جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف، وبتكون بشكل رئيسي من شيء اسمه بيبتيدو جلايكان. هلا راح نحكي عنه بالتفصيل. الجرام بوزيتيف بيكون عندها ثيك بيبتيدو جلايكان لاير، بينما الجرام نيجاتيف بيكون عندهم ثين بيبتيدو جلايكان لاير. هلا عشان عندهم ثين بيبتيدو جلايكان، ربنا عوضهم بشيء ثاني. شو هو؟ الاوتر سيل وول، اللي بيكون بيتكون من لايبو بوليساكرايد. هذا الاوتر سيل ميمبرين بيخليها مور ريزيستنت للانتيبيوتيك اند ديفيكلت تو تريت. راح نشوف انه مش كل الانتيبيوتيك بتغطي الجرام نيجاتيف بكتيريا. تمام، هلا شو يعني كلمه بيبتيدو جلايكان؟ لما انا احكي بيبتيدو معناتها شو؟ معناتها بروتين. هو بيتكون من 5 امينو اسيدز. لما انا احكي جلايكان بقصد فيها شوجرز اللي هم النام والناج، بيكونوا بشكل متناوب. عندي البيبتيدو جلايكان بيتكون من مالتيبل لاير. اول لاير مثلا بتكون نام ناج نام ناج تو انفينيتي، والنام بتكون اسوسييتد with amino acids، حكينا عبارة عن 5 amino acid. بيجي تحتيها كمان لاير فيها نام ناج، والنام برضو associated with amino acids 5 amino acids. كل 5 amino acids بينتهوا بأمينو أسيد اسمه دي ألا، دي ألانين، دي ألانين. هدول الدي ألا دي ألا بيرتبطوا مع بعض برابطة اسمها ترانس بيبتايد بوند من خلال انزيم اسمه الترانس بيبتيديز، او بنسميه بنسلين بايندينج بروتين. هم عبارة عن انزيم ممكن يرتبط فيه دواء البنسلين. فدواء البنسلين بيجي بيرتبط على نظرية الإفل والمفتاح، انه بيكون شكله بيشبه شكل الدي ألا، وبيجي بيرتبط بالبنسلين بايندينج بروتين، وبيمنع عملية الكروس لينكينج. فما راح يتكون عندي الكروس لينك، فما راح يتكون عندي السيل وول. إذا ما تكون السيل وول حوالين هاي البكتيريا، شو راح يصير بهاي البكتيريا؟ راح تموت. So السيل وول سينثيسيس انهيبيتر ار بكتيريسايدال، هم بقتلوا البكتيريا، لأنه السيل وول وظيفته إنه يحمي البكتيريا
من العوامل الخارجية ويحافظ على شكل البكتيريا. تمام؟ تمام. هلأ خلينا نبلش بمحاضرتنا. رح نحكي عن السلول سينثسيس انهبيتر. هلا السلول سينثسيس انهبيتر هي عباره عن المظله الكبيره اللي في تحتيها مجموعه من الانتي بايوتكس. اول عيله رح نحكي عنها واللي بتهمني لليوم يلي هي البنسلينز، رح نحكي برضه لقدام عن السيفالوسبورينز، رح نحكي عن الكاربابينمز، ازيتريونام، فانكومايسين اند دابتومايسينز. هلا البنسلينز بالكتاب عندكم من صفحه 1 لصفحه 10. هلا الملف بيعتمد على الكتاب بشكل رئيسي، ادرسوا الملف وما ترجعوا للكتاب على ضمانتي ان شاء الله. هلا البنسلينز they share features of chemistry, mechanism of action, pharmacology and immunological characteristic with cephalosporins, monobactams, carbapenems and beta lactamase inhibitor. شو معنى هذا الكلام؟ بحكي لنا معنى هذا الكلام انه عائله البنسلين بتشبه كل العائلات اللي بتعمل انهبيشن للسيل وول من ناحيه الكيمستري، من ناحيه الاستراكشر، من ناحيه الميكانيزم اوف اكشن، من ناحيه تاثيرها الصيدلاني وتاثيرها على الجهاز المناعي. هذا الكلام معناته اذا اجاني مريض عنده بنسلين اليرجي I must avoid all other cell wall synthesis inhibitor. ما بحط حالي بريسك اني انا اجرب، بحكي خلص بجرب واعطيه يمكن ما يصير عنده حساسيه، لا، في عندنا شيء اسمه كروس سنسيتيفيتي. ككيمستري البنسلين بتكون من تو ميجر رينج، الرينج اللي بتهمني ان نحفظها ونعرفها يلي هي البيتا لاكتام رينج، هي عباره عن رينج رباعيه فيها نيتروجين، فيها اكسجين ونيتروجين اند ار جروب. هلا هاي الرينج مع الرينج اللي جنبها بنسميهم 6 امينو بنسلويك اسيد. هاي الرينج بتحتوي البيتا لاكتام رينج اللي مسؤوله من حرف البي، تذكروا ان هي مسؤوله عن الانتي بكتيريال اكتيفيتي، يعني هاي الرينج وجودها هي اللي بترتبط بالترانسبيبتيديز انزايم وبتمنع عمليه الكروس لينكينج. في عندي بعض البكتيريا بتطلع انزايم اسمه بيتا لاكتاميز انزايم من اسمه ايز. شو يعني ايز؟ يعني بيكسر البيتا لاكتام رينج. هاي البيتا لاكتام رينج اذا تكسرت راح يتحول عندي لكومباوند اسمه 6 او سوري اسمه بنسلويك اسيد. هذا البنسلويك اسيد ما له انتي بكتيريال اكتيفيتي. في اذر انزيمز ممكن يكسروا الرينج اسمهم امايديز انزيم. هذول الامايديز انزيم بيكسروا الاميد اللي موجود على الطرف، بس اذا انكسر هذا راح يقل الانتي بايوتيك اكتيفيتي بس ما راح ينفيها. فانا بهتم بمين؟ بهتم بالبيتا لاكتاميز، فراح نصنف البكتيريا لبيتا لاكتاميز بروديوسينج بكتيريا اند نان بيتا لاكتاميز بروديوسينج بكتيريا، وراح نشوف انه البيتا لاكتاميز بروديوسينج بكتيريا ويل ريزيست البنسلين وما بصير اني اعطيهم البنسلين كعلاج. اوكي، هلا الار جروب هي اللي بتختلف فروم وان بنسلين تو انذر، وهاي الار جروب هي المسؤوله عن الخصائص الثانيه زي الكفرج. فراح نشوف انه بعض البنسلينز مثلا بتغطي جرام بوزيتيف، اذر مثلا بتغطي الجرام نيجاتيف، وكل ما تحركنا من جينيريشن لجينيريشن راح نشوف انه السبيكترم على الجرام نيجاتيف بيزيد. اوكي، ككفرج البنسلينز راح نقسمهم لثري كلاس. اول كلاس اللي هو الناتشورال بنسلين، بنسلين جي، ثاني كلاس بنسميه انتي ستافيلوكوك البنسلين، وثالث كلاس بنسميه اكستندد سبيكترم بنسلين. لما اتحرك من فوق لتحت راح نشوف انه بتزداد الجرام نيجاتيف كفرج. لما نبلش بالناتشورال بنسلينز مثال عليهم مثلا بنسلين جي بيشتغلوا بشكل اساسي على الجرام بوزيتيف اورجانيزم جرام نيجاتيف كوكاي اند نون بيتا لاكتاميز بروديوسينج، يعني اذا كانت البكتيريا بتنتج بيتا لاكتاميز هل بزبط اعطي بنسلين جي؟ لا. تمام، هاي المعلومه كثير ضروري نعرفها. It have little activity against gram negative roots. ما بتغطي الجرام نيجاتيف roots زي السودوموناس، زي السودوموناس مثلا. Susceptible for hydrolysis by beta lactamase. انت ستاف بنسلين مثال عليهم نافيسلين. كيف نحفظه؟ ناف انتي ستاف، نفس اللفظ ناف ستاف. هذول بيغطوا الاستافيلوكوكس اند اتس ريزيست بيتا لاكتاميز. حلوه هاي المعلومه ولازم نعرفها. اتس ريزيست بيتا لاكتاميز، يعني لو كان في عندي بكتيريا بتطلع بيتا لاكتاميز هل بزبط اني اعطي نافيسلين؟ يس، بزبط اني انا اعطي. اتس اكتف اجينست ستريبتوكوكاي بت ان اكتف اجينست انتيروكوكاي اند ان ايروبيك بكتيريا اند جرام نيجاتيف كوكاي
اندرويدز، تمام؟ الاكستندد سبيكترم بينسلينز زي الامينو بينسلينز اند انتي سودومونال بينسلين تزداد الاكتيفيتي اجينست جرام نيجاتيف رودز، وبيغطوا الجرام بوزيتيف زيهم زي مين؟ زي الناتشرال بينسلين. هذول برضه they are susceptible to beta lactamase، يعني انا لو كان في عندي بيتا لاكتاميز بروديوسينج بكتيريا شو بزبط اني اعطيها وشو الادويه اللي بتشتغل عليها؟ الانتي ستاف زي النفيسلين، بينما الاكستندد سبيكترم بنسلنز والناتشرالز بنسلنز بتكسروا عن طريق البيتا لاكتاميز. تمام امورنا لهون؟ تمام. ميكانيزم اوف اكشن حكيناها بس خلينا نعيدها مع بعض. حكينا اتس بكتيريسايدل، بدي اتذكر من السي اي بكلمه بنسلن انهم they are بكتيريسايدل، بيشتغلوا على السيل وول سينثيسز. كيف بيشتغلوا على السيل وول سينثيسز؟ من حرف البي بدي اتذكر انهم كوفالنتلي بايند تو بنسلين بايندينج بروتين. شو يعني كوفالنت بايندينج؟ يعني irreversible، يعني بتربط وما بتفك. ثاني شيء اتس انهبيت ترانسبيبتيديشن رياكشن، هي بتمنع عمليه الكروس لينكينج، فما راح يصير عندي كروس لينكينج وما راح يتكون عندي السيل وول بطريقه صحيحه. هذا كمان شو بتعمل؟ بتعمل اكتيفيشن اوف اوتوليتيك انزيم. شو يعني اوتوليتيك انزيم؟ لما احكي كلمه ليتيك معناتها تكسير، فهي انزيمات بتكسر عندي السيل وول. بالمحصله هاي الثلاث اشياء مع بعض راح تؤدي الى سيل وول انهبيشن اند بكتيريال ديث، وبحكي لنا هي بتشتغل على البكتيريا لما تكون اكتيفلي جروينج اند سينثسايزنج سيل وول. اذا الميكانيزم نعيدها من حرف البي بدي اتذكر اتس كوفالنتلي بايند تو بنسلين بايندينج بروتين، اتس انهبيت ترانسبيبتيديشن او بنسميها كروس لينكينج، اند اتس اكتيفيت اوتوليتيك انزيم. حلو تمام. ريزيستنس ميكانيزم، البكتيريا كثير ذكيه، تحكي لك مفكر حالك اشطر مني، اعطتني انتي بايوتيك انا هلا بدي اعمل ريزيستنس، راح اخلي هذا الانتي بايوتيك ما يشتغل وروح اخترع واحد جديد. اول ميكانيزم واهمهم انها بتطلع، حكينا البيتا لاكتاميز. شو هو البيتا لاكتاميز؟ بيجي بكسر البيتا لاكتام رينج. اهم اكزامبل تكونوا حافظينه عليهم يلي هم الاكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز ذات بروديوسد باي سودومونس اند انتيروباكتر. بكره راح تشوفوا انه بيجيكم كلتشر مكتوب عليها اي اس بي ال اكستندد سبيكترم بيتا لاكتاميز. شو يعني اكستندد سبيكترم؟ يعني هاي البكتيريا ما راح يشتغل عليها لا السيفالوسبورينز ولا البنسلنز، عاده بعطي فيها الكاربابينمز، راح نشرحهم بالتفصيل بمحاضراتنا لقدام ان شاء الله. هاي اول ميكانيزم وتعتبر فيري سترونج ميكانيزم. خلص اذا نتج البيتا لاكتاميز راح يكسر وراح يصير ان اكتيف كومباوند. ثاني شيء ممكن يصير موديفيكيشن اوف تارجت بنسلين بايندينج بروتين، نظريه القفل من المفتاح، مش انت مصنع قفل المفتاح تيجي هي بتغير القفل، يلا ما راح تقدر انك شو تدخل المفتاح تبعك. مين مثال عليها؟ الميرسا ميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريوس يلي هي الميرسا اند سام سترينز اوف نيموكوكاي اند موست ريزيستنت انتيروكوكاي. اذا عندي ال ستافيلوكوكاي نيموكوكاي انتيروكوكاي كلياتهم هدول بيشتغلوا على ايش؟ على موديفيكيشن اوف تارجت بنسلين بايندينج بروتين، وهي كونسيدر از سترونج ميكانيزم اوف ريزيستنس. ثالث ورابع ميكانيزم اللي هم الامبيرد بنتريشن اوف الدرج وانتي بايوتيك افلكس، هدول بيعملوهم مين؟ بيعملوهم الجرام نيجاتيف بكتيريا، بيمنعوا دخول الانتي بايوتيك لجوا او بيعملوا له افلكس. شو يعني افلكس؟ يعني بيطلعوه من جوا لبرا، بيطردوه برا الخليه. بيحكي لنا انه هدول الميكانيزمز يعتبروا ويك ميكانيزمز، ومعناها إذا صاروا موجودين they are not sufficient to confer resistance، مش 100% بيكون هاي البكتيريا resistance للأنتيبيوتيك. عادة عشان نعتبرها 100% resistance لازم يكون عندنا مثلا two mechanisms يلي هي مثلا إنه يكون عندنا impaired penetration، إنها بتقلل عدد الشانلز اللي موجودين برا أو بتخفيهم، بلس إنها شو تعمل؟ producing beta lactamase. تمام؟ إذا الميكانيزم اوف ريزيستنس في عندي فور ميكانيزمز، أول تنتين بنعتبرهم they are very strong. أول واحدة من خلال الريليز اوف بيتا لاكتاميز اللي هي بتكسر البيتا لاكتام رينج، مثال عليها الـ ESBL ذات بروديوسد باي انتيروباكتيريس اند سيدومونس اريجينوزا، أوكي؟ بعدين في عندنا التريشن اوف بنسلين بايندينج بروتين، مثال عليهم مين هم؟ الميثيسيلين ريزيستنس ستافيلوكوكس اوريوس، النيموكوكاي والانتيروكوكاي. امبيرد فينتريشن والانتي بايوتيك افلكس بنعتبرهم ويك ميكانيزم، مين بيعملهم؟ بيعملهم الجرام نيجاتيف بكتيريا. تمام امورنا لهون. هلا فارماكوكاينتكس، لما انا احكي فارماكوكاينتكس عم بحكي عن الادمي، انه جسمي شو راح يعمل للدواء من ناحيه ابزوربشن، من ناحيه ديستريبيوشن، من ناحيه ميتابوليزم، ومن ناحيه اليمينيشن. كابزوربشن بحكي لنا انه امتصاص ادويه البنسلينز ككلاس، طب هي بعضهم بيكون بقاوم الجاستريك اسيد فبقدر اخذه اورال، وبعضهم ما بقدر اخذه الا بارنترال.
اول واحد بيتاخد بارنترال بيحكي لنا الجسترو انتستينال ابزوربشن اوف نافيسيلين از ايريتك سو اتس نوت سيوتابل فور اورال ادمنستريشن. فالنافيسيلين راح اشوف اني انا بعطيه ابر بارنترال. من هلا بحكي لكم نافيسيلين هو الدواء الزنخ، راح تشوفوا عليه 100,000 اكسبشن. فهي اول اكسبشن، اول شيء ما بنعطى اورال. مين اللي بنعطى اورال؟ ديكلوكسيسيلين، امبيسيلين اند اموكسيسيلين. دي اي اي ديكلوكسيسيلين، امبيسيلين اند اموكسيسيلين. They are acid stable and well absorbed and can be given orally. تمام؟ absorption of most oral penicillin except amoxicillin ممكن انه يتاثر بالاكل، عشان هيك بحكي للمريض لازم تاخذ الدواء على معده فاضيه قبل الاكل بساعه او ساعتين او بعد الاكل بساعه او ساعتين. الاموكسيسيلين ما بتاثر امتصاصه بالاكل، بس يفضل اني احكي للمريض ياخذه بعد الاكل مباشره. ليه؟ لانه بيعمل عندي جي اي سايد افكت، ممكن يعمل عندك نوزيا اند فوميتنج. فعشان هيك بتحكي للمريض خذه بعد الاكل مباشره. انتروفينس ادمنستريشن اوف بنسلين جي. هلا البنسلين جي كيف نحفظ انه هو بينعطى اي في؟ نحفظ انه بنسلين جي نت ثرو جي اي تي. فعشان هيك انا لازم اعطيه اي في او بعطيه انتراماسكولار، ابره تحت العضل. هلا الاي في بفضله اوفر الانتراماسكولار. ليه؟ لانه بيحكي لنا اذا انا اعطيته ابره بالعضل ممكن يعمل عندي اريتيشن اند لوكال بين. تمام؟ اذا ابزوربشن في بعض الادويه بتنعطى اورال وبعض الادويه بتنعطى بارنترال. النافيسيلين اورال ولا بارنترال؟ دواء الزنخ بنعطيه بارنترال. مين بنعطي اورال؟ حكينا دا ديكلوكسيسيلين اموكسيسيلين اند امبيسيلين، كلياتهم بتاثروا بالاكل ما عدا مين؟ ما عدا الاموكسيسيلين ما بتاثر بالاكل، عشان هيك لازم اعطيه مع معده فاضيه قبل الاكل بساعه ساعتين او بعد الاكل بساعه ساعتين. الاموكسيسيلين يفضل اخذه مع معده مليانه. ليه؟ مش من ناحيه امتصاص، من ناحيه سايد افكت، ممكن يعمل عندي نوزيا اند فوميتنج. عشان اقلل منهم بعطيه بعد الاكل ومع معده مليانه. تمام؟ هلا البنسلين جي نت ثرو ذا جي اي تي وبينعطى اي في. بقدر اعطي اي ام، بقدر اعطي اي ام. مين بفضل الاي ام ولا الاي في؟ الاي في. ليه؟ لانه الاي ام بتعمل عندي اريتيشن اند لوكال بين. هلا كديستريبيوشن، الديستريبيوشن يعني انتشار الدواء بالجسم، على ايش بيعتمد؟ بيعتمد على البروتين بايندينج. راح نشوف انه في بعض الادويه بتكون بترتبط بالبروتين بقوه وبعضها ما بترتبط بالبروتين. البنسلين ما بيرتبط بالبروتين، فكميه الفري دراج بتكون عندي عاليه. شو معنات الفري دراج؟ معناتها الدواء حر بيسبح بالجسم زي ما بده وبيقدر يعمل بنتريشن للديفرنت تيشو. مين الدواء الزنخ؟ نافيسيلين. النافيسيلين هون برضه كمان عامل اكسبشن، اتس هاي البروتين باوند، بيرتبط بالبروتين، فكميه وصوله للتيشو شو مالها؟ بتكون قليله مقارنه باخوانه البنسلين جي اند امبيسيلين. بنسلينز ار وايدلي ديستريبيوتد ان بادي فلويد اند تيشو وذ فيو اكسبشنز، بوصلوا لكل البادي فلويدز اند بادي تيشو مع شويه اكسبشن. It's a polar compound. من حرف البي ببنسلين، تذكروا بحرف البي بولر، معناتها انه تركيزهم intracellular تقريبا بيساوي تركيزهم extracellular. صنعوا عندنا اضافات على البنسلين جي، ضافوا له ماده البنزاتين او ماده البروكاين. هاي الماده خلت له longer duration and delay absorption، ممكن يضلوا جوا جسمي 10 ايام. فانا هذا الدواء بعطيه كل اسبوعين او كل اسبوع. تمام؟ بنسلين اكسكريتد انتو سبيوتم اند بريست ميلك. شو معنى هذا الحكي؟ معناته هو بوصل للسبيوتم فبقدر اعطيه بريسبيراتوري تراكت انفكشن، بيقدر يعبر للبريست ميلك. فاذا كانت في عندي ام بترضع ابنها رضاعه طبيعيه، لازم انبهها انها تبعد من اخذ الدواء وانها ترضع ابنها مثلا تفصل ساعه لساعتين. بنتريشن انتو اي بروستات اند سي ان اس از بور. شو معنات هذا الكلام؟ معناتها البنسلين ما بيقدر يوصل للاي، فانا منطقيا بعطيه بالاي انفكشن؟ اكيد لا، ما بوصل للبروستات. فهل بتعطيه لحد عنده بروستات انفكشن؟ برضه اكيد لا. هلا بالسي ان اس صح انه له بور بنتريشن، بس بحكي لنا اذا كان في عندنا انفلاميشن زي بحاله المننجايتس يعني السحايا، بصير البنتريشن تاع البنسلين كويس. ليش بصير البنتريشن تاع البنسلين كويس؟ لانه بحاله السحايا بصير في عندنا انه الممبرين بيخرب، البلد برين بارير بيفقد قدرته، فبقدر الادويه انهم يوصلوا، فبقدر استخدم البنسلين بعلاج المننجايتس. اكسكريشن بيتم لهم الاكسكريشن عن طريق الكدني، بيطلعوا عن طريق الكدني بعمليه التيبولر سكريشن 90% تقريبا من الدواء. النورمال هاف لايف اوف بنسلين تقريبا 30 دقيقه، فراح نشوف انه انا بعطيه تقريبا اربع مرات في اليوم. بحالات الرينال فيلر ممكن انها الهاف لايف توصل ل 10 ساعات. شو معنات هذا الحكي؟ معناتها اذا اجى عندي مريض عنده مشكله بوظائف الكلى، انا لازم اقلل جرعه البنسلينز. هلا راح احكي قد ايه بنقللها. هلا الامبيسلينز اند اكستندد سبيكترم بنسلينز ار سيكريتد مور سلولي، والهاف لايف تبعتهم بتوصل لساعه، فانا بعطيهم ليس فريكوينتلي، ممكن اعطيهم بدل اربع مرات في اليوم ثلاث مرات او مرتين في اليوم.
هلا البنسلين سنس انه بيصير لهم كليرنس بالكدني، زي ما حكينا لازم اعدل جرعتهم اذا كان عند المريض مشكله بوظائف الكلى، ممكن اقلل الجرعه لربع الجرعه الاصليه او ثلث الجرعه الاصليه اذا كان عند المريض فشل كلوي واصل عنده الكرياتينين كليرنس ل 10 ام ال. يعني لنفرض فور اكزامبل انه كانت الجرعه 400 بالوضع الطبيعي، اذا اجاني مريض عنده فشل بالكلى شو بعطيه؟ بعطيه 100 ملغ، او نحكي انه كنت اعطي الدواء والله 4 مرات باليوم بصير اعطيه مره باليوم، فانا يا اما بقلل الدوز يا اما شو بعمل؟ بلعب بالفريكونسي. نفي سلم الدواء الزنخ برضه كمان هون في له اكسبشن، اتس اكسكريتد باي بايلري اكسكريشن، ما له دخل بالكلى، بتطلع كليري. الاوكساسيلين ديكلوكساسيلين اند كلوكساسيلين بيصير لهم اليمينيشن باي بوث كيدني اند بليري. كيف نحفظهم؟ اللي فيهم كلمه اوكساسيلين، اوكساسيلين ديكلوكساسيلين وكلوكساسيلين، هدول بيطلعوا من خلال الكيدني بيطلعوا عن طريق البليري. شو بيفيدني هذا الحكي؟ بيفيدني هذا الحكي انه هدول الادويه ما بدهم دوز ادجستمنت بحاله رينال امبيرمنت. هلا بحكي لنا اذا كان في عندنا نيو بورن بيبي مولود جديد بدي ابلش له بنسلين لازم اعمل ادجستمنت للدوز، ليه؟ لانه عاده الكدني ما بتكون ويل ماتشور وبيكون وزنهم قليل، فالدوز راح تكون بتعتمد على الوزن. دائما بالبيدياتريك الجرعه بتكون ملي جرام بالكيلو جرام، ما عندي فيكس دوز زي الادلتس. تمام امورنا لهون. هلا في عندي دواء اسمه البروبينسيد، شو هذا الدواء؟ البروبينسيد هو عباره عن انتي جاوت، هو دواء للنقرس. ممكن تشوف مريض عنده يو تي اي الدكتور كاتب له والله مثلا بنسلين جي وذ بروبينسيد، ما تستغرب هذا الدكتور، بالعكس هو دكتور ذكي. شوف رأيت البروبينسين، البروبينسيد امبير رينال تيبولار سكريشن، راح يمنع انه البنسلين يطلع عن طريق الرينال، فراح يطول الهاف لايف. هذا الاشي بخليني اعطي الدواء بجرعه اقل، او اني انا اعطي الدواء لسي فريكوينتلي، يعني بدل ما اعطي للمريض 4 مرات باليوم بصير اعطيه 2 مرات باليوم، بدل ما اعطي توكسيك دوز اوصل ل 1000 و2000 بصير اعطي 500. ففي فائده لدواء البروبينيسيد من اسمه سيد، هو سيد بمنع التوبولار سكريشن وبخلي الدواء لفتره اطول. هلا الكلاسيفيكيشن زي ما اتفقنا عندنا نارو سبيكترم بنسلين جي بنسلين في بنسلين ريزيستنس ستافيلوكوكس، راح نحفظهم بكلمه دونكم دي يلي هو الديكلوكسا سلن، او يلي هو الاوكزا سلن، ان يلي هو النفي سلن، سي يلي هو الكلوكزا سلن، والام يلي هو الميثاسلن. وزي ما انتم شايفين اغلب هاي الادويه بتنعطى از انجكشن. الوايدر سبيكترم بنسلن في عندي عيلتين، عيله بنسميها الامينو بنسلن من اسمها، اول حرفين بيكونوا اي وام، زي الامبسلين بنعطى اي في والاموكسيسلين بنعطى اورال، وفي عندي الانتي سودومونال رح نختصرهم بكلمه سبت، سي بي تي، سي كاربينسلين، بي بايبرسلين، وتي تيكارسلين. تمام. هلا النارو سبيكترم يلي هم البنسلين جي اند بنسلين في، حكينا بنسلين جي نت ثرو ذا جي اي تي اي في، بنسلين في نت اي في، يعني هذا اسمه عكسه نت اي في وبتعطيه اورال. شو بيغطي بشكل اساسي؟ حكينا بيغطي بشكل اساسي جرام بوزيتيف، شو كمان جرام نيجاتيف كوكاي، وشو كمان منجو كوك انتيرو كوكاي نيمو كاي استافيلو كوكاي بشغلهم يكونوا نان بيتا لاكتاميز. حكينا هذول النيرو سبيكترم they are susceptible to بيتا لاكتاميز، البيتا لاكتاميز بتكسرهم وبتؤدي الى حدوث ريزيستنس. تمام. بنسلين في حكينا هو الاورال فورم اوف بنسلين، ممكن نعطيه للمايلر انفكشن، له كثير مشاكل، فما راح تشوفوا عمركم مريض ماشي على بنسلين في لعده اسباب. اول سبب بور بايو افيلابيلتي، امتصاصه كثير سيء، بده يتاخذ 4 مرات في اليوم، وله نارو انتي بكتيريال سبيكترم، فما بتعطي الا اذا والله عندي الكلتشر ريزلت انه بنسلين في سسبتبل، وقتها ممكن انك انت تعطي بنزتين اند بروكاين بنسلين. حكينا هذول لهم بضلهم جوا جسمي 10 ايام، فممكن اعطيهم از ا سنجل دوز treatment of beta hemolytic strepsil pharyngitis. كيف بيحفظها؟ ببلش بحرف بي، اسم البكتيريا ببلش بحرف بي pharyngitis، وبعطيه لالتحال treatment of swelling. هلا في نوتس اضافيين حكيناهم كثير، they are susceptible to beta lactamase. Many strains of pneumococci are now resistant للبنسلين. Most strain of Staphylococcus aureus and Neisseria resistance من خلال الريليز اوف بيتا لاكتاميز. فعشان هيك هم استخدامهم كثير محدود. البنسلين ريزيستنت Staphylococcal بيتا لاكتاميز. حكينا كلمة دونكم ديكلوكساسيلين، اوكساسيلين، نافيسيلين، كلوكساسيلين اند ميتاسيلين. بستخدمهم بالبيتا لاكتاميز producing Staphylococci.
تمام. however methicillin susceptible and penicillin resistant strains staphylococci are considered drug of choice. اذا كان الدواء بيستجيب على الميثسلين بس شو مشكلته انه البنسلينز مش فعال عليه، بعطي هاي الادويه. ديكلوكساسيلين بستخدمهم باللوكالايزد ستافيلوكوكال انفكشن مايلد تو مودريت كيس. They are acid stable, have good bioavailability. فبقدر اني انا اعطيهم اورال. هلا الميثسلين هو اول دواء اكتشفوه وبطلنا حاليا نستخدمه لانه له كثير سايد افكتس رح نحكي عنهم لقدام. الاوكساسيلين والنافيسيلين ممكن يستخدمهم بحالات الاندوكاردايتس. extended spectrum beta penicillins هم لهم greater activity زي ما حكينا عن الجرام نيجاتيف، وبيغطوا الجرام نيجرودز. الامبيسيلين والاموكسيسيلين لهم similar spectrum of activity بس ممكن امتصاص اورالي احسن. نعرفه كلياتنا بنعرفه it's orally treat in upper and lower respiratory tract infection زي التهاب الجيوب، التهاب الاذن الوسطى، نيمونيا، ممكن انك تعطي اموكسيسيلين. هلا الامبيسيلين بيعطوه بحالات الشيجلوسز. الانتي سيدومونال اللي هم الكاربينيسيلين، حفظناهم بكلمه سبت، كاربينيسيلين، بايبرسيلين، انتيكاريسيلين، كلياتهم بيشتغلوا against السيدومونس. البايبرسيلين فيه مشكله انه اتس سكتبل تو بيتا لاكتاميز، فصنعوا شيء اسمه بيتا لاكتاميز انهيبيتر. يعني انا ما راح اضلني ساكتة للبكتيريا، رحت صنعت لها شيء اسمه بيتا لاكتاميز انهيبيتر اللي هو شو؟ تازوبكتام. ففي عندي دواء اسمه بايبرسلين تازوبكتام، بتلاقوا بالمستشفى بيحكوا عنه بيبتازو، هو هذا البايبرسلين تازوبكتام. بيعطوه مينلي متى؟ بحالات السودومونس، ويفضل اذا كانت في عندك كلتشر سودومونس ما بكفي 1 انتي بايوتيك، هاي البكتيريا كثير قويه بتحتاج ل 2 انتي بايوتيك. بنعطي سيل وول مع بروتين سينثيسز انهبيتر زي الامينو جلايكوسايد او الفلوروكوينونز. هلا البيتا لاكتاميز انهبيتر اللي هم بيشتغلوا اجينست البكتيريا اللي بتطلع البيتا لاكتاميز انزيم راح نحفظهم بكلمه كاست، سي اي كلافيرونيك اسيد، سي سالبكتام، وتي تازوبكتام. هذول انا بضيفهم على الانتي بايوتكس تبعون الفيرست كلاس والثيرد كلاس. ليه؟ عشان اطول الديوريشن اوف اكشن واقلل من الريزيستنس. هلا الحساسيه اللي بيعملوها سوري السايد افكتس اللي بيعملوهم البنسلين، انا حكيت حساسيه لانه هو اشهر واحد. مين فينا ما سمع حدا عنده حساسيه بنسلين؟ بيجي عندك المريض على الصيدليه او تسمع حدا من اهلك بيحكي انا عندي حساسيه بنسلين، مره اخذت اموكلان والله لا يوريك، صار في عندي راش وصار في عندي كحه واختنقت. تختلف الالرجي من مريض للتاني. في مرضى بتسمي عندهم تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي بتكون فيري مايلد، حكه، طفح جلدي، اشياء محتمله. وفي مرضى ممكن يصير في عندهم هيموليتيك انيميا، تتكسر كريات الدم الحمراء، ممكن يدخلوا بنيفرايتس او يصير في عندهم انفلاكسز. من 5 ل 10% من الاشخاص اللي صار في عندهم مره بنسلين الالرجي بتضلها تصير بشكل متكرر. فانت اذا حدا عنده هيستوري اوف بنسلين الالرجي بعد عن البنسلين، وحكينا بفضل ابعد عن كل السيل وول سينثيسيس انهيبيتر ما عدا مين؟ ما عدا الازيتريونام. ان بيشنت وذ رينال فيلر لازم نعمل دوز ادجستمنت، واذا ما عمل دوز ادجستمنت راح يصير في عندنا توكسيسيتي ويصير في عندنا سيجر تشنجات. تمام؟ النافيسلين الزنخ عنده اكسبشنز بيعمل سايد افكت اضافيين، شو هم؟ من حرف ال ان نتذكرهم، نيتروبينيا اند انترستيشال نيفرايتس. الميثيسيلين بيعمل انترستيشال نيفرايتس لهيك بطلنا نستخدمه. الاوكساسيلين بيعمل عندنا هيباتايتس. الامبيسيلين والاموكسيسيلين بيعملوا عندنا ماكلوباكيولار سكين راش، خاصه اذا اعطيتهم عند مريض عنده فايرال انفكشن. جي اي ديستربنسز بتصير مع الاورال بنسلين، بيعملوا عندي نوزيا فوميتنج ابدومينال بين، عشان هيك بفضل اعطيهم بعد الاكل او على معده مليانه اذا انا كنت عارف انه هذا الدواء بيعمل جي اي سايد افكت. السمري بترجع تلخص لنا اهم النقاط، حكينا البنسلين من حرف السي بدي اتذكر انهم زي ار بكتيريسايدال. من حرف السي بدي اتذكر شو كمان؟ اتس اكت از سيل وول سينثيسيس انهبيتر. من حرف البي بدي اتذكر الميكانيزم انها بترتبط كوفالنتلي مع مين؟ مع البنسلين بايندينج بروتين، بتكسر البيبتيدو جلايكان وبتطلع عندي اوتوليتيك انزيم. الميكانيزم اوف ريزيستنس اهم وحده البيتا لاكتاميز. ممكن يصير عندنا ستراكشرال تشينجز بالبنسلين بايندينج بروتينز، ممكن يصير في عندنا بورينز شانلز. كفر ماكو كاينتيك ادمي ايه، بعض الادويه بتنعطى اورال وبعضها بتنعطى اي في وبعضها بنعطى اي ام. البنسلين جي مثلا بنعطى اي في او اي ام، والاي في احسن من الاي ام. ليه؟ لان الاي ام حكينا بتعمل بين وبتعمل اريتيشن. بنسلين في بعطي اورال. دي اتس ويل ديستريبيوتد اند كان كروس بلاد برين بارير ان كيس اوف انفلامد مننجس. ما بيصير لهم ميتابوليزم باي ليفر، اكسكريتد اند تشينجد ان يورين، ولا تنسوا البروبناسيد. وشو بيعمل؟ لحالكم تذكروا واكتبوا شو بيعمل. اكزامبل كلياتهم بينتهوا بسلن، النارو سبيكترم بنسلين جي بنسلين في. ال نارو سبيكترم بنسلينيز ريزيستنس اللي هم اختصرناهم بكلمه مون،
ميثيسيلين اوكسيسيلين اند نافيسيلين الوايد سبيكترام زي اللي هم اول اثنين من عائله الامايلو بنسلين اموكسيسيلين امبسيلين وعندي السبت اللي بيشتغلوا از انتي سيدومونال سايد افكت حكينا نوزيا فوميتنج دياريا ممكن يعمل عندي انفلاكسز او الرجيك رياكشن سكن راش دياريا النافيسيلين تعمل عندي نوتروبينيا الميثيسيلين نفرايتس عشان هيك بطلت استخدمه الامبسيلين بيعمل عندي سيدوميمبرينس كولايتس. هذا الجدول كتبت لكم فيه الاستخدامات لكل واحد من الانتي بايوتكس كثير ضروري انكم انتم شو ترجعوا له. هون كمان حطيت لكم طريقه تلخيص ثانيه اللي هي بالصور برضو ارجعوا لها يعني هو الحكي رح يكون اعاده. هون عندكم الناتشرال بنسلين الانتي ستاف الاكستندد سبيكترم والبيتا لاكتاميز انهبيتر. هون انا حطيت لكم الهيلبس هدول هم البكتيريات الاضافيه اللي بتغطيهم الاكستندد سبيكترم اللي هم الاتش بايلوري اتش انفلونزا اي كولاي انتيروكوكاي ليستيريا سالمونيلا او شيجيلا. كل هدول البكتيريا بشو كمان بتغطيهم عندي الاكستندد سبيكترم كلاس. هيك بنكون خلصنا محاضرتنا. اي حدا عنده اي سؤال او اي استفسار ما يتردد انه يبعث لي باي وقت. هذا اللينك اكبسوا عليه بيطلعوا لكم فلاش كاردز بتقدروا تراجعوا منهم اهم النقاط. ولا تنسوا تحلوا الكويز. بالتوفيق جميعا ان شاء الله. ادعوا لاهلنا بفلسطين وبغزه بالنصر القريب وموفقين بدراستكم.